جبناها كمرة مرة نجيو نتريبيو في بحال هاد المناطق. هادي ماشي أول مرة غادي بصراحة نجرب تريب، ديجا جربتو كان في أول مرة في أمنزة، وهادي خمس مرة ليا وأول مرة ليا نجي لهاد المنطقة هادي اللي هي في الدرويدات. بصراحة كاينين بزاف ديال الإيجابيات وأمنتو كاينين حتى السلبيات. ما كاينين الإيجابيات كتر، بحال مثلا تقدر تعتمد على راسك. أنا بصراحة ما كنتش كنعرف ندير بزاف ديال الحوايج من غير تقدر تقول بنت ماما، فهمتي يعني ما كنتش نقدر نطيب، ما نبتش بلادانا. مهناي بصح تعلمت بزاف ديال الحوايج، تعلمت كيفاش نطيب، كيفاش الا ما درتش شي حاجه لراسي راه ما يقدرش شي واحد يديرها ليا. المهم كنصح كاع الناس يجيو يعيشوا هاد التجربه هادي، لحقاش بصح بصح حاجه زوينه، وبالاخص يعيشوا ديك الحلاوه ديال الليل، انه كيكونوا دايرين والعافيه دايره بيهم، جو جد 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 رائع. الامان كنصح انهم ما يجوش بوحدهم، مثلا الا كانوا غير هكا شي كليكا فيها غير بنات ما نصحش يجيو بوحدهم، ضروري يكونوا معاهم دراري وامنتو يجيبوا معاهم شي حاجه اللي يقدروا يحميو بها راسهم. لحقاش راه ماشي غير في هاد البلاصه اللي ما كاينش الامان، راه في العالم كامل ما كاينش الامان، راه في المدينه ومعك الناس وما كتلقاش الامان. يعني هنا ما بين بالعكس، هنا راه كتحس براسك انه ما كاينش الانسان، كتحس بواحد الراحه كبير. لوغ حنا اليوم جينا لمنطقة الدرويدات، هي واحد المنطقة اللي ما معروفاش بزاف، جات في النواحي ديال تمسنا في طريق سيدي بطاش، وصراحة منطقة زوينة بزاف، كالم فيها هاد الماء، فيها زعما فيها دي زيسباس فيغ، وزعما منطقة اللي بغيت سولاجا ينسى شوية الزحام ديال المدينة، الصداع، لومبوتياج، ستريس، هادي أحسن بلاصة يقدر يجي لها بنادم باش ينسى العالم، وسيغتو أنها قريبة، يعني قريبة لرباط، صلاة، تمارة، ماشي شي منطقة بعيدة، منطقة هي فيها تريب وسيكيوريزي، ومن طو الواحد كيلقى فيها راحتو، يعني فيها كيجيو لها عائلات، كيجيو لها ناس من بلايص أخرين. زعما اي واحد كيقلب على لوسولاجمون سورتو لوسولاجمون يقدر يلقى في هاد البلاصه هادي. حنا فرقه مسرحيه، فرقه سلاخت ديال المسرح، وكدير ديزاكتيفيتي اخرين بحال لا دانس، لا ميوزيك اكسيتيرا، وجينا لواحد لاسباس باش ناخذوا لانسبيراسيون، نشانجيو لي زيدي، ناخذوا افكار جداد، نديروا ديزاكتيفيتي، نديروا سورتو دي زاتوليي دو تياتر في ان اسباس اوفير. السلام عليكم، مرحبا بكم في الدرويدات. حنايا اليوم جينا لهنايا كنخيمو، كنبعدو على ستريس ديال المدينه، كنبعدو على الصداع ديال الطوموبيلات، كنبعدو على التلوث ديال المدينه. حنا مجموعه من الشباب ديال الفنانين كنجيو كنخلقوا عديد من لي زاكتيفيتي هنايا، منا انشطه اللي هي ثقافيه، منا انشطه رياضيه، منا انشطه سباحيه. كنشكر هنا الناس ديال المنطقه ديال هنايا، كما اللي بغى يجي لهاد البلاصه هادي كيمنحوا له بزاف ديال الحوايج. كاين الامان، كاين تجي انت وليداتك، انت والعائله ديالك، انت والاصدقاء ديالك، ما كاينش اللي يقدر ياذيك، ما كاينش اللي يقدر يهضر معاك، هما كيحاولوا يجيو يتواصلوا معاك ويتعرفوا عليك. فبهذا كنقول للناس جيو زورو، جيو زورو سد الروادات. كما كتعرفوا حتى الناس اللي كيجيو معنا كيكونوا ناس اول مره كيعيشوا هذه التجربه، اللي كتمنحهم انهم يتعلموا، يجمعوا في راسهم، يطيبوا مزيان، يديروا شي حاجه اللي هي صعيب باش يديروها في المدينه، كيخرجوا من داك الشيء اللي كلشي حداهم كاز المقريب اليوم كيهزوا ويشربوا على الليل، ما تعذبش على الحاجه ما يقدرش يجيبها. فاش نقول لكم بصح اجيو جربوا هذا الشيء، اجيو عيشوا هذا الشيء، حيت راه بصح كيديفلوبي الشخصيه ديالك وكيخليك انك تشوف بزاف ديال الحوايج في الطبيعه زوين. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.